السؤال اللي جاي مهم جدا، لان لو ما جاوبتوش السؤال اللي جاي المباراة اتحسمت. رياضة، يا نهار ابيض، سؤال في الرياضة 30 نقطة، لو الإجابة صح اتعادلتوا، لو الإجابة غلط للأسف الشديد المباراة اتحسمت وعيلة طه أكيد مش هتاخد الجوكر، يبقى هتتأهل لدور ال 16. دوس على البازر. رياضة، والسؤال هو ما هو النادي الحاصل على دوري أبطال أوروبا لكرة اليد رجال موسم 2020-2021؟ فاز في النهائي على البرج الدنماركي 36-23، كان اللقب العاشر للنادي ده. منا إجابتك؟ باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان يا منا، إجابة خاطئة. في إجابة؟ علي. برشلونة صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة، كسب كم مرة علي؟ مش عارف. 10 مرات. علي، إجابة صحيحة، هي برشلونة فعلا. و30 نقطة لعيلة طه، ألف مبروك، تأهلتوا لدور الـ16. السؤال الأخير، عمر طه، والسؤال الرابع والأخير، وهنشوف موضوع السؤال ايه. قدرات ذهنية، تاني سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20. ليه 30 نقطة بالظبط كده؟ علي عندك حق، دوس على البازر، عندك حق، مش هتفرق، النتيجة اتحسمت. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية: 360 في 6 ناقص 555 زائد 400 يساوي كام؟ 360 في 6 ناقص 555 زائد 400 يساوي كام؟ علي، إجابتك؟ 3450. علي، إجابة خاطئة. في إجابة؟ دوس على البازر. 1825. للأسف الشديد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 2005. أفضل لاعب في ماتش النهاردة صاحبنا المحظوظ علي ب 75 نقطة.